أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء، ورحبوا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في العمق، أقدمها لكم مباشرة من قناة المغاربية في لندن. أهلا بكم مشاهدينا الأعزاء مرة أخرى. نعود في حلقة اليوم إلى اللقاء الذي جمع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون برؤساء الأحزاب، أو بالأحرى بالأحزاب السياسية الجزائرية الممثلة في المجالس المنتخبة. هكذا كان الخبر وكان الجدال منذ يومين، النقاش، وطرحت الكثير من الأسئلة، لكن غابت الكثير منها أيضا. ومن بين الأسئلة التي غابت عن النقاش داخل الجزائر سؤال حول الذين حضروا هذا اللقاء، وطرح بشكل مباشر من طرف بعض النخبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وارتأت قناة المغاربية أن تسلط الضوء على هذا السؤال: هل الذين حضروا مع تبون والذين سموا ب الأحزاب السياسية أو كل الطبقة السياسية أو كل الأحزاب السياسية التي هي ممثلة في المجالس المنتخبة، هل تمثل حقيقة الخريطة السياسية في الجزائر أم لا؟ وما حقيقة الخريطة السياسية في الجزائر؟ ما الذي حدث للخريطة السياسية في الجزائر منذ بدء التعددية السياسية حتى الآن؟ ولماذا هذا المشهد؟ إذن هذه بعض الأسئلة منهجيا نحاول أن نسلط الضوء عليها، ونحاول مع ضيوفنا الإجابة عنها لفهم تصريحات، لأنه سنرى بعض تصريحات الأحزاب التي شاركت مع تبون. لماذا هذه النتائج؟ هل هي مرتبطة بمقدمات معينة؟ نتابع هذا الإنفو حول أسئلة تناقضية ثم نبدأ الحوار. قبل أقل من 4 شهور عن موعد الرئاسيات، الرئيس تبون يلتقي رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في المجالس الوطنية والمحلية. لم يظهر من مجريات اللقاء غير التسليم من ضيوف الرئيس أن الأوضاع على أفضل ما يكون، وإن إنجازات سيادته لا تحصى، قال متابعون. حتى ما ظهر من أصوات تحاول التنبيه لمخاطر الغلق ومصادرة الحريات السياسية، وقع تجاهلها أو قطعها في الإعلام العمومي. معارضون يعتقدون أن تبون لا يؤمن بمعارضة تتبنى رؤية مغايرة للسلطة وتقدم بديلاً يناقض خياراته السياسية والاقتصادية. لذلك حسبهم جاء لقاء الرئيس مع الأحزاب السياسية خاليا من أي جديد، مكررا خطاب السلطة عن رص الصفوف وتوحيد الجبهة الداخلية. فأين أحزاب المعارضة الحقيقية والخيارات المناقضة للسلطة التي لطالما انتقدت في إدارتها ملفات عدة اقتصادية واجتماعية ودبلوماسية؟ ويرى متابعون أن الذي تفعله سياسة الرئيس هو إفراغ الانتخابات من مضمونها وإسكات الأصوات المعارضة وتحويل المناسبة إلى استفتاء يبايع سيادته على عهدة جديدة. إذن مشاهدينا الأعزاء، للحديث حول هذا الموضوع وحول زاوية النقاش التي طرحناها اليوم، أسعد باستضافة سيد محمد الداوي رئيس حزب الكرامة معي عبر خدمة الهاتف من الجزائر، وهو من الأحزاب التي حضرت هذا اللقاء مع تبون. كما ستنضم إلينا بعد لحظات سيدة نبيلة والأستاذة نبيلة إسماعيل المحامية والناشطة السياسية معنا عبر خدمة الهاتف من الجزائر. سيد محمد الداوي، جرت كثير من الأسئلة حول من حضر هذا اللقاء ومن غاب عن هذا اللقاء، وأيضا أسئلة حول التصريحات التي جاءت
بعد هذا اللقاء مع تبون، يعني لقاء الأحزاب مع تبون، وكيف تعامل معها الإعلام العمومي والإعلام الخاص من قص وتشويه وتغييب وحول محتوى الكلمات. ففي المغاربية فكل يوم نأخذ زاوية من هذا النقاش. اليوم أعطيني الانطباع أولا حول هذا اللقاء حتى قبل أن ندخل معك في موضوع زاوية النقاش في هذه الليلة. نعم، تحليك أخي سليم ولكل من يتابعنا. بالنسبة لنا في حزب الكرامة تلقينا دعوة كريمة من السيد رئيس الجمهورية الأخ عبد المجيد تبون لحضور هذا اللقاء. وأجمل شيء في هذا اللقاء هو أنه الدعوة جاءت مفتوحة، يعني لم تأتي بجدول أعمال مغلق. يعني الدعوة يعني ما هيش موجهة لكلام معين، وحتى هذا الكلام الذي جاء على هذه الدعوة أعيد تكراره على لسان السيد الرئيس، وقال يعني أعطوني أفكاركم، أعطوني اقتراحاتكم بدون أي سقف وبدون أي تحديد. فهذه البادرة الأولى وهذه اليد الممدودة في هذا الإطار. ضف إلى ذلك في اعتقادنا أنه تمثيل الشعب الجزائري كان كل موجود في القاعة المستديرة، لأنه هذه القاعة كان فيها 27 حزب سياسي من مختلف التوجهات والإيديولوجيات، فكان اليساريون وكان الإسلاميون وكان الوطنيون، وكانت كل الجزائر في اعتقادنا أنها كانت موجودة، باعتبار أن رئيس الجمهورية أيضا هو مرشح حر ويمثل الشعب الجزائري برمته. طيب بالنسبة للنقطة الأولى، يعني أنت ذكرت أنه قضية اليد الممدودة وأن الرجل جاء ليستمع إلى الأفكار. جميل، ودائما مبادرات بهذا الشكل تكون يعني محبذة من طرف الطبقة السياسية، لكن بشرط أن تكون في أول العهدة وليس في آخر العهدة. يعني ماذا يفعل بالأفكار متاع الأحزاب السياسية وهو خارج، يعني وهو منافس ليكم، يعني هو مرشح محتمل للرئاسيات، يعني أنت لو تترشح هذا منافس ليك، يعني هذا من بعد أنت أو الناس اللي حضروا راح ينتقدوه وراح يطعنوا في الوعود نتاعه، حملة انتخابية عادية انت تعلم ذلك. يعني لم تلاحظوا بأنه الوقت لم يكن مناسبا يعني وانتم تتناقشوا رؤساء احزاب بين بعضكم؟ نعم استاذي الفاضل، هذه القضية طرحت من بعض رؤساء الاحزاب. قالوا يعني احنا كنا نتمنى انه هذا اللقاء يكون قبل اليوم، ولكن احنا في حزب الكرامة اعتقادنا أنه فيه ترتيب أولويات، لأنه الرئيس تبون لما تقلد زمام الأمور في 2019 ديسمبر 2019 كانت فيه هناك أولويات كبيرة، وأنت تعرف كنا على مشارف يعني انهيار الدولة في 2019 من انهيار نظام حكم كامل ولا يدري إلا الله سبحانه وتعالى النفق الذي انهيار الشرخ في النظام، يعني انهيار النظام قالوا ليس الدولة، يعني في النهاية لا والله احنا نشوفه فيه انهيار دولة ليس انهيار نظام فقط، لأنه كانت الجزائر مهددة بالتقسيم، مهددة في وحدتها الترابية، مهددة في وحدتها البشرية، مهددة في ثوابتها، وبالتالي فكنا نشوف هذا الانهيار رايح يمس كل الدولة بأركانها وترابها ونظامها وكل غيرها وحتى وحدة شعبها. فاحنا كنا نشوف في حزب الكرامة أنه الأولوية كانت لإصلاح القوانين الضالة، وأنتم تتبعون معنا أنه أول شيء قام به الرئيس تبون في سنة 2020 في بداية 2020 رغم أننا كنا في الكورونا مباشرة، كانت فيه يعني نقاش حول الدستور واللي انتهى في 1 نوفمبر من سنة 2020، كان فيه استفتاء وتلاحظون معنا ولا يمكن ذلك أعتقد إلا جاحد أنه حتى هذا الدستور أخذ حيز كبير من الاستشارة في الشخصيات الوطنية وفي الجمعيات والمجتمع المدني والأحزاب وغيره. وبالتالي احنا ما نشوفوش، احنا ما ناش الحزب اللي يشوف اللي هذه الدعوة جاءت متأخرة، ندوة الأحزاب لم تأتي متأخرة لأنه كانت هناك أولويات. وبطبيعة الحال كان هذه النائدة المستديرة أو هذا النقاش أو هذا الحوار كان لابد أن يبنى على قوانين تصححت فيها كثير من الأمور. ودعني أقول لك أنه لمسنا النية السابقة والسابق السيد رئيس الجمهورية، حتى أنه بعض رؤساء الأحزاب قصوا قضية القوانين التي سيرت بها الانتخابات والأحزاب السياسية، خاصة قانون الانتخابات الذي جاء في 2021. فالسيد الرئيس بالحرف الواحد قانون الانتخاب ذلك الذي تنتقده. هل تم انتقاد اي شيء
قام به تبون خلال يعني 4 سنوات واكثر من نصف سنه يعني، هل هناك انتقاد ام انه؟ نعم نعم نعم، صدقني اخي سليم انه كنا في مائدة مستديرة مفتوحة للمعارضة ومفتوحة للموالاة، وكل أدلى بدلوه بكل صراحة. والله دعني أقول لك أنه كلام قيل في القاعة، حتى كنا أننا نتخيل لسنا أمام يعني رئيس الجمهورية لصراحة الموقف. فمن بين الانتقاد انتقد القانون الانتخابات 2021، ووعد السيد رئيس الجمهورية قال احنا عارفين هذا الشيء كاين ورايحين نعمله سواء كنا أو غيرنا، نعمل على تصحيح الاختلافات التي جاءت في 2021. وتكلم بصراحة قال أنه إذا كان فيه يعني عهدة ثانية، أو إذا كان فيه مازال بقية في العمر، أو إذا كان ربما يعني كان رئيسا ربما هو لحد الآن لم يقرر، قال أنه في إصلاحات عميقة ستكون فيه إصلاحات عميقة. لكن يعني أنا أريد أن أعود إلى نقطة النقاش اليوم، يعني أنت ما داش في المدخل. سي محمد، هل كانوا موجودين يعتبرون تبون جهة سياسية يعني منافس سياسي محتمل بعد 4 شهور، وإلا ما عندهمش في ذهنهم يعني في هذا يعني اللغة اللي نسمع فيها من كل رؤساء الأحزاب، وكانوا هذا ملك وهما جايين لوجبة وليمة ملك، وما كانش نقاش وما كانش كذا يعني الفكرة يعني. هل هما في بالهم أنه هذا الشخص ممكن يكونوا يطعنوا فيه وفي قراراته بعد 4 شهور، يعني لأنه هذه المنافسة السياسية يعني. والله أستاذ سليم، نعم أستاذ سليم، يعني يشهد الله سبحانه وتعالى أنه كان اللقاء مفتوح وكان النقد موجود والكلام يوجه للسيد الرئيس، يعني ليس على أساس أنه رئيس مستقبلي، حتى أنه أحد رؤساء الأحزاب قال له إحنا رئيس المقبل للجزائر سيكون من بين الموجودين هنا في القاعة. وتكلم حتى أنه قال له إذا كنت أنت رئيس فسأبارك لك، وإن كنت أنا رئيس فسأستفيد من خبرتك. فكل الأمور والنقد كان موجه مفتوح. مثلا احنا في حزب الكرامة تكلمنا بما نعتقده، وقلنا أن السيد الرئيس قلنا له بكل صراحة وبدون أي نفاق وقداع أننا ندعو إلى استرجاع ثقة المواطن، لأننا نلتقي بالمواطن في الأسواق وفي العمل وفي الشارع وفي المقاهي وفي كل مكان. قلنا أن الشعب الجزائري يحتاج إلى استرجاع الثقة، واسترجاع هذه الثقة لن يتأتى. طيب رح نرجع ليك سي محمد، عودا المقاطعة. أستاذ نبيل إسماعيل تحققت بنا الآن، يعني سؤال أولي، انطباعاتك عن هذا اللقاء وخاصة التصريحات من رؤساء الأحزاب، يعني شفنا رسائل يعني من حزب جيل جديد، وأيضا خاصة الأفافاس الأفلان وأيضا الأرندي قاموا بتصريحات حول هذا اللقاء، وش ما الذي خرجتي منه من خلال هذه المتابعة؟ أولا مساء الخير للمتفرجين الكرام، ومساء الخير لضيفكم ولكل متتبعين. في الحقيقة ربما سأجيب على السؤال بسؤال آخر. السؤال الأول الذي بدر إلى ذهني كملاحظة سياسية وكاستفهام، التايمينج، الوقت الذي اختير لمثل هذا اللقاء، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، موضوع هذا اللقاء. هذا السؤال الثاني، هل من المعقول أن يدعو رئيس دولة أحزاب سياسية أو رؤساء أحزاب سياسية إلى ندوة أو إلى لقاء خاص بالأحزاب التي لها تمثيلية في المجالس المحلية أو المجلس الوطني؟ هل هذا موضوع يترأسه رئيس دولة في يعيش أشهر الأخيرة من عهدته؟ هل من المعقول أن يتم هذا اللقاء مع رؤساء أحزاب من بينهم مترشحين لانتخابات سبتمبر 24؟ إذن هناك احتمالين، يا إما الطبقة السياسية راهي كاع راحت في هذيك تاع النية، راهي اكتسبتها 80% من النية، لا نايفتي،
وحنا منعرفه وتعلمنا في الأفافاس تاع حسني أحمد ومن سار على دربه، تعلمنا بلي لا نايفتي اون بوليتيك سي دو سويسيد. باسكو السيد رئيس الدولة كي تدعى هذا الأحزاب اللي من بينهم مترشحين ومن بينهم اللي رايحين ربما يعلنوا الترشح تاعهم وربما يعلنوا عن دعم ترشح أي مترشح آخر، هادو راهم أكدوا أنه رئيس تبون إلى إيتي تخيز انتليجون، استعمل حيلة رائعة بضرب عصفورين بحجر. العصفور الأول قال للشعب الجزائري كان عندكم الحق كي حاوزتوا كاع الأحزاب السياسية من الحراك، واحد ما يمثلكم، واحد ما يمثلكم. والعصفور الثاني أنه إلى غوسو أن شاكا بلون، صك على بياض، صك على بياض أنه كي يروحوا أحزاب سياسية ومن بين هذوك الأحزاب الموالات هذوك ما نهدرش عليهم، هذوك راهم في الدور تاعهم ونحييهم باسكو ما غيروا لا فيستا لا دوروها لا غيروا ما غيروش من المواقف تاعهم، كانوا مع بوتفليقة طاح بوتفليقة جا تبون راه مع تبون، هذه سي لو سبور فافوري تاعهم، لا جيمناستيك تاعهم سي الدنيا مع الواقف، هذوك نهدرها بالعامية باش يفهمها المشاهد الكريم. بالعامية أنا اللي وقف نوقف معاه، اللي شد كرسي نوقف معاه، هادوك ما نهدرش عليهم، هادوك سي نورمال. ولكن أن تكون بين الحاضرين أحزاب تدعي أنها أحزاب معارضة، والبارح تبعت بعض لقطات تاع بعض تصريحات بعض رؤساء الأحزاب السياسية، وتفاجأت أنه في الكلمة اللي لقتها السيدة ويزا حنون اللي نحترموها احترموها، سي اون ميليتانت عندها مسار قانوني مسار سياسي، جو ني با الدوا دو لا كريتيكي، ما نقدروش نكونوا كامل سواسيه، اون بو با ايتر توس لي ميم، ما جو ريسبكت لونجاجمون تاع الناس، انا نهضر على المواقف ما نهضرش على الناس. تبعت المداخله تاعها وكي كانت تهضر على واش قالت لرئيس الدوله فيما يخص الحريات وما يعاني منه الشعب، يلون كوبي وشنتوه مع واش قالت على القضيه الفلسطينيه. دونك هذا هو المشكل، المشكل فيك حتى ضيوفهم اللي قبلوا راحوا للدعوه ما رحموهمش. دوك كيفاش تفيق في سلطه جبتك في الوليمه كليت في الطبسي تاعها باش ما تخدعهاش ولا باش ما توليش تدور عليها ولا باش تمشي معاها وتكتفي تبعا لهذه الفكره، هذه الفكره يعني هذه الفكرة. لا اسمح لي، نعم. ستكتفي ببعض المناصب أو نعم. الكوطات التي ستحدد بعد حل المجلس الشعبي الوطني، بس كما لازمش ننسوا باللي بعد الانتخابات لازم يكون حل المجلس الشعبي الوطني. صحيح. لأن هناك 10 ولايات جديدة ما عندهاش تمثيل داخل قبة البرلمان، دوك قاعرهم طمعين قاعرهم سجلين روحتهم في لاليست على الكوطة. نعم. وهذا هو المؤسف وما يؤسفني كثيرا. نعم. أنه قيادة لفافاس تروح لتما وتقول لك باللي نهضر على القيادة، مع كل احترامي لزعيم الحزب كي انديترونابل عنده مسار سياسي وتاريخي لا يمكن ان يقاس عليه احد ولا يمكن ان يتكلم عليه احد. احنا رانا نهضروا على مواقف جديده غريبه عن عادات وعن مواقف لفافاس. الان لفافاس فيه مناضلين هما اللي يطلبوا يفون دوموندي دي كونت لهذه القياده، هما كي فون دوموندي دي كونت علاش تغير جذريا باش يولي قائد تاع حزب معارضة اللي كان مدرسة المعارضة في الجزائر. هذا الحزب خلق من دم شهداء تنخلق عام بعد الاستقلال، وهو الحزب المعارض الوحيد في ظل الحزب الواحد تاع لفلان. دوك يجي اليوم يحط روحه في نفس الطبقة مع الأحزاب اللي خلقتها النظام للموالاة، ويجي يقول ويتحدث على التلاحم الوطني والوحدة الوطنية وسنحارب فلان وفلان بكل ما أوتينا من وسائل. أنا نقول بأن فشل
المنظومة، منظومة الحكم لا يتحملها إلا من تولى مناصب قيادية ومناصب سلطة. جميل. لا يمكن هاد العراضة باش نقولوا بلي رانا كاع كيف كيف اون بارتاج توسا ريسبونسابيلتي تاع ديفلوبمون ايكونوميك. يرحم بابك، دوك انا كي نجي نعرض مشاكل تاع المجالس المحلية سيغ ان بريزيدون العهدة تاعو مازال فيها شهرين. صحيح. شهرين. صحيح. واش يدير لي؟ واش يدير لي؟ دونك سي بور سا قلت لك ان لا ديمارش تاع السيد تبون ايت اون ديمارش تري انتيليجونت. يقول للشعب ما عندكمش ممثلين سياسيين، ما عندكمش احزاب سياسيه، دونك انا هو الحاكم الفعلي. انت طيب واش تحب ولا غيزون؟ نعم عنده الحق. نعم انت قلتي كلمه، انت قلتي كلمه هي في صلب سؤالي الجوهري في هذا في هذه الحلقه. يعني قلتي هذه الاحزاب التي خلقتها السلطه، وسؤالي المحوري هو حول تمثيليه هذه الأحزاب التي حضرت للخارطة السياسية الحقيقية في الجزائر. هل الذين حضروا 27 حزب هم يمثلون حقيقة الخارطة السياسية الحقيقية في الجزائر؟ سيد محمد الداوي، سأرجع ليك سيدة نبيلة إسماعيل. سيد محمد الداوي، أنت قلت أنه اللي كانوا حاضرين كل طيف سياسي في الجزائر، يعني وأنت تلاحظ الذين حضروا، هل أنت مقتنع أن هؤلاء هم الذين يمثلون فعلا الخارطة السياسية في الجزائر، الخارطة الحقيقية يعني في الجزائر؟ نعم. أستاذ سليم، أنا فقط أعتذر لأنني لم أكن أسمع، يعني المكالمة انقطعت ولم أكن أسمع الضيفة يعني. لا، هذا المحور خاص منفصل ما تكلمناش فيه، سؤال مباشر يعني. وجاوبني فيه حتى نروح لهاي وتعطينا الإجابة حوله، يعني أنت الأول سألتك السؤال. نعم، وأنا أبادلها يعني التحية، لأني من التحية أنت لم أسمع أي كلام. صحيح. فأقول أستاذ جمال أنه في اعتقادنا أنه كل الأحزاب الجزائرية يعني كانت موجودة، بمعنى أنه خارطة الجزائر كانت ممثلة، لأننا ابتداء نتكلم على أحزاب تاريخية مثل جبهة التحرير، مثل الأفافاس، يعني أحزاب قديمة في الجزائر يعني موجودة مع وجود الجزائر المستقلة. إذا نتكلم أيضا على الأحزاب المعارضة، نتكلم حزب العمال أيضا كان موجود ممثل في الأمينة العامة السيد لويز حنون. إذا نتكلم على الأرندي، نتكلم على حمص اللي هي من الجيل 89، كثير من الأجيال لسفيان، نتكلم على حزب الوفاق الوطني، نتكلم على الحزب الفجر الجديد، يعني تقريبا كثير من الأحزاب، سواء الأحزاب التي ظهرت في بداية الستينات وبداية الاستقلال، أو الأحزاب التي ظهرت في 89 التعددية في 89، يعني أيامات يعني بعد 7 أكتوبر وبعد انتفاضة أو هزة 5 أكتوبر. إذا نتكلم أيضا على الأحزاب الجديدة اللي جات في 2012، وبالتالي احنا نشوفه كل الجزائر ممثلة في هذه القائمة المستديرة أو هذه الندوة المستديرة. دعني أيضا أقول أنه هذا السؤال طرح على السيد رئيس الجمهورية، قيل انه واحد من رؤساء الاحزاب قال كاين زملاء لنا كانوا يتمنوا انهم يكونوا موجودون معنا اليوم في هذا النقاش. قال له الرئيس، قال له ولكن قال له الله غالب، احنا درنا حاجه قانونيه هو التواجد في البرلمان او التواجد في المجالس المحليه او المجالس الوطنيه، وهذا وهذا ما فعله النظام. شوف سيد محمد، روح الامر امر يعني في هذه النقطه فقط، يعني هذه النقطه. نعم. نعطي على الأقل نستوريك يعني لمحة تاريخية سريعة حول هذا المشهد السياسي. نعم. هذا واجبنا يعني كإعلاميين وكقناة ربما تحط بعض النقاط تنور يعني. نعم. للمشاهد الكريم يعرف أنه التعددية في الجزائر جاءت بعد 5 أكتوبر يعني، وجاءت بدستور 1989 وقرر رشيد بن جديد. نعم. الله يرحمه آنذاك، فتح المجال السياسي والاقتصادي ونشأت الأحزاب السياسية في ذلك الوقت، وعاشت الجزائر التعددية الحزبية الحقيقية، ودخلوا في منافسات في انتخابات بلدية وأيضا في الدور الأول من انتخابات تشريعية، وحصل أنه فازت 3 أحزاب يعني في الدور الأول من الانتخابات التشريعية آنذاك، اللي هي جبهة الإسلامية للإنقاذ، وأيضا جبهة التحرير الوطني، وأيضا جبهة القوى الاشتراكية يعني رقم 1 2 و
ثلاثة، وحصل أنه لم يجرى الدور الثاني وصار انقلاب على هذا المسار واستقال الشاذلي، تم الضغط عليه وكل هذه القصة، ودخلت البلاد في دوامة دم. لكن على المستوى السياسي كان هناك مجلس أعلى للدولة يحكم، ثم في 1994 تم تعيين زروال رئيس دولة، وفي 1995 تم إجراء انتخابات رئاسية وجاءت بزروال رئيسا للبلاد. ثم كان النظام يحتاج في 1995، نعم كان النظام يحتاج إلى أنه يعيد المجلس، يعني أنه يعمل برلمان في الجزائر وتعديلات الدستور وكذا ومجالس بلدية، يعني للنورماليزاسيون، يعني حياة طبيعية سياسية. وجرت انتخابات تشريعية في 1997، هي أول انتخابات تشريعية لبرلمان جزائري بعد توقيف المسار الانتخابي، لأنه بعد يعني توقيف المسار الانتخابي السلطة خلقت مجلس اسمه CNT، حتى المواطنين يعرفوه، يعني المجلس الوطني الانتقالي، اللي تم تعيين فيه ناس، من بينهم ناس كانوا حاضرين مع تبون الآن، يعني بن قرينة وجليل سفيان وآخرين. واستمر هذا المجلس، فكان النظام يحتاج إلى مجلس منتخب. وفي 97 انتقاما من الأفلان النظام جاب الآلندي، خلق قبل 3 شهور وأعطى له الأغلبية وأعطى المرتبة الثانية للأفلان، ووزع النظام بنظام الكوطة اللي كان معروف على الأحزاب الأخرى، وكان ذلك هو المشهد السياسي والخريطة السياسية اللي خلقها النظام. واستمر هذا الحال حتى هذا المجلس، هذه في عجالة حتى مشاهدين عزيز يكون عندهم فكرة. في 1997 أنا كنت في تغطية في العاصمة وشاهدت ما ستشاهدونه مشاهدينا الأعزاء، عملية التزوير الممنهج والمبرمج من طرف النظام لفرض الـR&D على هذا البرلمان. وبالصدفة كانت هناك رئيسة حزب كنا نشوفوها وإحنا الشباب نديروا في التغطية، وهي خليدة مسعودي اللي بعد ولات خليدة تومي وأصبحت وزيرة في نظام أو في سلطة بوتفليقة. لماذا هذا الفيديو الذين ستشاهدونه مشاهدينا الأعزاء؟ حتى تفهموا أنه النظام لما يريد فرض خارطة سياسية هو يروح مباشرة إلى تزوير الصندوق أو إلى وقف مسار انتخابي. هذا مشهد من العاصمة للشباب والشابات اللي ما عاشوش تلك الفترة، هذه صور من العاصمة في الانتخابات التشريعية سنة 1997. Qu'est-ce que tu fais? C'est une urne. Qu'est-ce que tu prends comme papier? C'est rien, c'est mes documents. Comment ça tes documents? Tu as ouvert une urne. C'est des bulletins que tu as là. Non, attendez, je vais vous expliquer. Attendez. Comment? Mais vous n'avez pas le droit d'ouvrir des urnes. Ce chef de centre se moque des lois parce qu'il représente l'administration. سيدة نبيلة إسماعيل، أكيد تتذكرين تلك الانتخابات وتتذكرين منطق أونالو دروا. أونالو دروا أنه نفتح الصندوق ونشيل الكيس اللي فيه أصوات الناخبين ونضع كيس الذي تريده السلطة ونغلق الصندوق. أنا لدروا. إذن منذ ذلك الوقت أنت تعرفين أنه حتى الآن هو نفس النظام، يعني وبأساليب مختلفة، ربما تطور يعني تقنيات فرض الخارطة السياسية. سؤالي بسيط، يعني هل الذين حضروا مع تبون يمثلون فعلا الخارطة السياسية في الجزائر؟ أعتقد أن نسبة المشاركة في الانتخابات الأخيرة المحلية تؤكد أن الذين شاركوا للعيش. لماذا؟ لأن السلطة
وضعت شروط في قانون الأحزاب أنه الحزب اللي ما يجيبش 4% ولا 4% تاع الأصوات دو رونديفو إلكتورو يتمحى من الخريطة. دونك كاين تهديد، كاين ضغط، ولكن الأحزاب التي شاركت كانت عليها عندما تلقت الدعوة كان عليها أن تفرض بعض إجراءات التهدئة، كان عليها أن تفرض أن يكون اللقاء حول ما ينتظر الجزائر وكيف إخراجها من المشاكل والتحديات اللي تعيشها. الواحد اللي يتلقى يكون في المعارضة ولا يكون يحب البلاد ولا ما عندوش مطامع أخرى حزبية ولا انتخابية يقول لك كاين دعوة دابوغ علاش دوك أكتمو ديزيليكسيون هذه وحدة. دو هذا اللقاء مع الأحزاب اللي عندها التمثيلية تندر مع لو مينيستر دو لانتيريور هو اللي يقولوا له واش كاين، وكل هذه الأحزاب اللي عندها تمثيلية محلية أو في البرلمان على بالها باللي السلطة التنفيذية هي اللي تفرض رأيها، هي اللي تفرض النصوص القانونية، هي اللي تفرض رأيها في الإدارة، هي اللي تسير البلاد، وأن المنتخب مسكين لا حول ولا قوة له يشد هذوك لي زانديميزاسيون منهم اللي يعيط شوية يديروا له قضايا كيكمل الموندا تاعو يجروه للمحاكم من اجل سوء التسيير. وحنا جبهه القوى الاشتراكيه اللي في حوصله ولا في النبذه التاريخيه اللي قلتها منذ 92 حزب جبهه القوى الاشتراكيه لكل الشعب الجزائري سيدونتيفي يتعرف على روحه داخل مبادئ هذا الحزب. كان يفرض أنه يتم تعديل قانون البلدية والولاية بمنح المنتخبين أكبر مجال للتسيير والمراقبة. ولينا الإدارة هي اللي تراقب، الإدارة هي اللي تصادق، الإدارة هي اللي تقرر، الإدارة المنتخبين المحليين غيان. علاش حزب هذه القوى الاشتراكية كي كان يدير السياسة كي كان يفرض ويأمر ويقترح ما كانش يمد يده للسلطة باش يعاونها وتواجه التحديات. ما كانش حزب معارضة يمد يده للسلطة، حزب المعارضة يقول لك افتح لي المجال الإعلامي نعطي لك الحلول للمشاكل، افتح لي المجال الإعلامي ندير دي ميتينغ مع المواطنين، افتح لي المجال الإعلامي نعطي لك دي سوليسيون ايكونوميك، ماشي كل حاجة لازم لي الترخيص، ندير ندوة مع المناضلين ينفوا لوتوريزاسيون دالمينستراسيون، ندير حاجة لازم لوتوريزاسيون. دونك هادو اللي راحوا راهم يقولوا باللي رانا كاع موافقين، تقول لي باللي هضروا قالوا صح انا ما كنتش داخل، انا ما على باليش صحيح. انا اكتفي جميع المواطنين نكتفي بهذوك لي دو مينوت اللي عطاو لهم لي ميكرو وزادوا قصوهم زادوا نحاولهم الهضره. لو كان يعني هناك صحفي يعني نعم هناك صحفي قديم في الجزائر يعني وكتب في مواقع التواصل الاجتماعي انه تصريحاتهم مردود عليهم هذه الاحزاب لانه لو كانت تلك هي مواقفهم لكانوا أظهروها في ربع سنين يعني وعلى ما أدرش ربع سنين حول انتهاكات حقوق الإنسان واعتقالات خارج القانون وأيضا 87 مكرر وكل ذلك الكلام والغلق الإعلامي والسياسي. هل تتفقين أستاذ نبينا أنه هناك الكثير من الذين يكونون الخارطة السياسية الحقيقية في الجزائر غايبين على هذا اللقاء، وأنه من المفترض أنه لو كان رئيس دولة يريد يعمل حوار وطني أنه يشرك فيه كل الفاعلين على الساحة السياسية وليس من يعني من نقاهم هو يعني بقانون الانتخابات الفارطة ليس كذلك؟ السؤال كان يطرح لو كان موضوع اللقاء هو حوار وطني شامل صحيح. لكن موضوع اللقاء هو لقاء مع أحزاب لهم تمثيلية
حزبية داخل المجلس المحلية. دوك ضيفكم الكريم قال لك باللي طرحوا له سؤال، قالوا له علاش كاين أحزاب راهي غائبة، رجع لهم السيد تبر قال لهم أن هذا اللقاء تندر في إطار القانون. اللي ما عندوش لزيلي تاعو ما يجيش. صافي راه يقول للناس لو كنت بويكوتي ولا بروشين فوا vous n'aurez rien ما vous allez disparaître ستختفون. الوغ اولي يروحوا يفرضوا تغيير القانون، يفرضوا انه ما يديروش شونتاج بالتمثيل الانتخابي، باسكو في تصريحات السيد تبون نهار تكلم على الانتخابات التشريعيه الاخرى قال لهم انا نسبه المشاركه ما تهمنيش. اللي يحب يبويكوتي الله يسهل عليه، باسكو لو بويكوت هو موقف سياسي عليه ان يحترم هذا الموقف. لو بويكوت تان دوا تاع كل حزب سياسي، كل حزب سياسي يشوف باللي الاجواء غير متوفره عنده الحق يقول لك انا ما نامنش هاد لادمينستراسيون. لادمينستراسيون هذه كما كانت تقول مدام خالده تومي قالت لك واش راك دير، قالها ندير واش نحب. لادمينستراسيون هذه تمشي حسب التعليمات، وشفناها مالوغوزمون حتى العداله سبق لنا انا كدفاع كمحاميه سبق لنا ان رفعنا دعاوى قضائيه امام المحاكم الاداريه بعد رفض ترشح بعض المناضلين، رفعنا دعوى قضائيه لان مبرر الرفض كان غير قانوني. ابا ما عطاولناش، قال لك نو الرفض الاداره قالت هذا إلي ليجيبل ابا ما يفوتش. دونك هذا هو المشكل. المشكل هي المصداقية. الشعب جميل. الشعب أين هو ممثل الشعب؟ إن سوغو كوني با رانا نشوفوا في الطريقة، هدرنا في المحاكم، هدرنا مع الزملاء مع المناضلين، سي جين ديسيبسيو أي نوتر، حتى وصلوا وين قالوا فينالمون الحراك في غيزون، ماشي لا في غيزون كيما كانش عنده ممثلين، إلا في غيزون كي قال باللي يجب القطيعة مع كل ما يذكر تصرفات النظام منذ 62. الشعب كيطالب بتغيير جذري، هو باش يطالب ماشي بتغيير الاشخاص، بتغيير منظومه الحكم، طريقه العمل. هذا الوصايه المفروطه والمفروضه على الشعب هذا هو الخطر. يجينا رئيس حزب يهدر لي على الامن القومي ويهدر لي على لا سيكوريتي ناسيونال ويهدر لي على علينا ان نتكاثف ونروحوا مع السلطه باش نتصدوا للعدو. علاه انا كاش ما عندي سلاح ولا كاش ما عندي سلطه ولا واش عندي باش نتصدى للعدو؟ انا واش عندي؟ اعطي لي ممارسات تاعي السياسيه، اعطي لي نبني اقتصاد قوي، اعطي نحكم لي جون تاعي ما يموتوش في البحر، اعطي لي اقتصاد، اعطي لي نخدم، ارفع لي البيروقراطيه، اعطي لي نتكلم ونقترح لك حلول، ماشي تجي تفرض عليا حلول وتولي لي ستانالييه. هذه يعني انت ذكرت كان كلام كثير ل يعني حسين ايت احمد الزعيم الله يرحمه، راح نعود ليها، لكن انت فكرتينا في الشيء اللي كان يقوله مهري ايضا الله يرحمه حول الديمقراطيه المريضه. راح ناخذ هذا المقطع لانه حتى وصلنا لهذه النتيجه لهذه الطبقه السياسيه كان كاين تاريخ لها لتكون هذا المشهد السياسي، تكون من 97 حتى الان، يعني لانه هو نتيجه لتوقيف المسار الانتخابي اللي كان ايضا المجاهد حسين ايت احمد ضده ووقف ضده بقوه وليس بنفاق او بهوان. نتابع هذا المقطع حتى نعرف جذور المشكله. لان الديمقراطيه التي تحتاج الى الدبابه لحمايتها هي ديمقراطية مريضة، لكن كون الشعب يرتاح لرؤية الدبابة هذا مشكل سياسي. كيف وصلنا هذا؟ ما هي الممارسات التي جعلت الشعب يرتاح لمظهر القوة؟ هذا سؤال لا نجيب عليه هنا لأنه يخص كل واحد منا.
لكن معناه أن هناك خطا وأن هناك ممارسات جعلت الديمقراطية في نظر الشعب غير سليمة وجعلته يرتاح إلى منظر الدبابة. هذا مقطع يعني أنه كان هناك منظر الدبابة، الآن منظر السلطة القوية، يعني منظر تبون، منظر شنقريحة، منظر القيد صالح، منظر يعني جهة القوة. وبالتالي نحن نعيش منذ ذلك الزمن يعني ديمقراطية مريضة. يستحضرني أيضا قول أستاذ نبيل أستاذ محمد، قول للمرحوم يعني المجاهد حسين أيت أحمد مع توقيف المسار الانتخابي اللي قالوا يعني بالفرنسية أنه ستوبي أن بروسيسوس إلكتورال شارمو أكي، بمعنى أنه ني جامي أون أفونسي بور لا ديموكراسي، يعني هذا هو المعنى اللي قاله، وهذه الجملة مشهورة على حسين أيت أحمد الله يرحمه. لكن مهري أيضا تحدث عن يعني النظام لما يوصل إلى نهاياته تصير هذه المشاهد اللي رانا فيها، يعني أنه يستقبل تبون في آخر عهد انتهى 27 حزب لا نعلم لماذا، بدون حتى يعني أجندة للقاء وبدون عناوين سياسية قوية في الجزائر، هم يقولوا أنه فيها مشاكل. يعني نتابع جذور الأزمة. تقديري هذه وجهة نظر ربما خاصة، أن نظام الحكم الحالي بني بتراكم غير مدروس وغير خاضع للنقد في تطوراته، وكل من ساهم بطريقة من الطرق في مسؤولية الحكم ساهم في بناء هذا النظام، وحتى من صمت في بعض الظروف ساهم في بناء هذا النظام. فنظام الحكم الحالي هو نتاج تجربتنا بعد الاستقلال. تقديري الخاص أن هذا الحكم على ما فيه من سلبيات وإيجابيات وصل إلى مداه وإلى حدوده وأصبح عديم الفعالية، حتى وإن استمر فإنه عاجز عن حل مشاكل الجزائر وعن تحديات المستقبل. هذه مقاطع للفهم، وفيه مقاطع يعني في حلقات قادمة في حلقات هذه الفهم لحسين أيت أحمد وأيضا لزعماء آخرين لفهموا تطور هذا النظام، وأنه كل الذي يحدث أمامنا هو عبارة عن نتائج لمقدمات. ومهري تحدث عن تراكم وتراكم سياسات وتراكم قرارات. من ضمن نتحدث عن تراكم سيد محمد الداوي، وأنا أتحدث عن الخارطة السياسية في الجزائر وتبعا لما قاله يعني المرحوم مهري. هذه الخارطة أنت تقول أنه اللي كانوا معايا في القاعة شفت فيهم كلهم الإسلاميين وكذا، مع أنه حقيقة أنه هؤلاء ليسوا هم التيارات الحقيقية، أو ليسوا هم كل التيارات الحقيقية اللي موجودة، وأن هذه القوانين تاع قانون الانتخابات أو تزوير الانتخابات أو نظام الكوتا ما هي إلا قرارات النظام يعني ترتيب مشهد سياسي يساعد النظام يعني. وهذا كانت له دائما ارتدادات ضد النظام، وكان يعني الحراك واحد منها. ألا تعتقد أنه ذهاب المنظومة أو تبون أو غيره لفتح المجال السياسي حقيقة وتعود الحياة السياسية حقيقة تعبر عن الخارطة السياسية الموجودة في الجزائر وعن فعلا انتماءات الجزائريين للتيارات الموجودة، يسارية، يمينية، إسلامية، وطنية أو غيرها؟ ألا تعتقد ذلك؟ نعم أستاذ سليم، أنا رجاء فقط أعطيني الوقت الكافي. نعطيك ثلاث دقائق شوف ثلاث دقائق كاملة تحدث فيها كما تشاء. شوف أستاذ رجاء يعني ما تقاطعنيش وخليني فقط نجاوب على واش نحب نقول. أنا
استاذ سليم انا كنت اذا الاخت تكلمت قالت عطاوهم زوج دقائق وقالت انا ما شفتش، هي فعلا يعني ما كانتش في القاعه وما شافتش، وانا يفترض فيا انك ما عرضتوني للحصه، يفترض فيا انني نكون صادق وشاهد والله على ما اقول شاهد صحيح، يعني لنقل الحقيقه. انا صح، انا الشيء اللي كنت نسمع فيه قضيه ال 97 وقضيه ال 95 وكيف اوتي بالرئيس زروان وكل ما تحدثتم عنه انا لا انكره، والشعب الجزائري يعرفه، ولكن نشوف باللي جبتوا واحد لي فيديو قدم للزعيم مهري او للزعيم ايت احمد وجبتوا شهادات في قضيه الديمقراطيه التي تحميها الدبابه، انا اوافق من رايي في ذلك الوقت، ولكن لماذا توظيف هذه الفيديوهات نتاع التسعينات، لماذا توظف الان ونحن نتكلم على جزائر جديده؟ انا تفسيري، واسمح لي بعجاله نقول لك باللي تفسيري هو اللي انت طرحت علي سؤال، انا نجاوبك شباب الجزائر، لا انا نجاوبك وخليك تكمل. طرحت سؤال، لماذا توظيف فيديوهات قديمه؟ الذي لا يعرف تاريخه لا يمكن ان يفهم واقعه ولا يمكن ان يستشرف مستقبله، هذه قاعده معروفه. وحياه الدوله الوطنيه الجزائريه، يعني الدوله الجزائريه، الدولة الوطنية بعد الاستقلال، هو تراكم للتجارب، وهؤلاء زعماء يتحدثون عن التجارب وأنه دائما راك أجبتني هذا مكان، يعني أستاذ سليم راك أجبتني على هذه، ولكن الناس اللي ما حبوش يفهموا باللي الآن كاين جزائر جديدة راه تبنى شيئا فشيئا، لماذا ما يصدقوش باللي كاين في سنة، أني قلت لك في بداية التدخل تاعي في الحصة قلت لك في سنة 2019 كادت أن تأتي الأزمة على الأخضر واليابس، الآن فيه إصلاحات تبنى شيئا فشيئا. السؤال الذي طرح، لماذا الرئيس تبون التقى مع الأحزاب السياسية في نهاية عهدته؟ أنا كنت نقول لك باللي كان فيه أولويات، الآن وصل دور الأحزاب السياسية أنه يلتقي معها ويسمع منها. والله يعني نقولها لك، يعني حتى أنني أضطر للقسم، والله لم يكن هناك ولا سقف ولا قال هذا الكلام ما تكلموش فيه ولا هناك خطوط حمراء، انك متكلموا كامل واش عندكم. ولكن انا زيد نقول حاجه اخرى، لماذا الافافاس كان مليح، لماذا البيتي العمال كان مليح، لماذا حماس كان مليح، واليوم لما هاد الناس مشاو لعند الرئيس، حتى الاخ جلالي سفيان منذ حوالي شهر او شهرين في رسالته اللي تكلم فيها للرئيس تبون وقال انا نلتمس منه انه ما يروحش للعهده الثانيه، كان جيدا وكان مليح على مختلف القنوات، واليوم لما حضر لهذه الندوه ولا كانه مشكك في هذه الاحزاب وكانها لا تمثل الشعب الجزائري. فاخي سليم انا نقول لك باللي الشعب الجزائري تمثله كل الاحزاب السياسيه، هناك قلت لك هناك الوطنيين، لا 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 لا, لا تصحيح لا. انا ما قلتش لا تمثل الشعب الجزائري، قلت لا تمثل كل الخريطة السياسية، هؤلاء يمثلون بعض الخريطة السياسية، وأنت تعلم ما أقصد، يعني هناك المقصيون، ومن المفروض يعني بعد الحراك وكذا قالوا كثير من النخبة أنه كانت السلطة تفتح المجال السياسي وتروح لانتخابات شرعية حقيقية لتخرج برلمان تمثيلي لانتماءات الشعب الجزائري، هذا وش قالوا يعني. رجاء خليني نكمل فقط، خليني نكمل. انا قلت لك انا يفترض انني نكون معاكم صادق طبعا، والله العظيم يعني غير تكلموا الاحزاب على الغلق الاعلامي وتكلموا على التهدئه وتكلموا على طلق سراح المسجونين وتكلمنا على استرجاع الثقه وتكلمنا على كل ما يصلنا من الشعب الجزائري وما نحسه وما نعيشه معه في غلاء المعيشه في كل ذلك، وبالمقابل اشدنا بالايجابيات الدبلوماسيه الجزائريه اللي رفعت رؤوسنا حتى اصبح يقول اعداؤنا كن جزائريا او مت وانت تحاول. يجب ان نقول الحقيقه، ولكن احنا دائما رانا نتكلموا في حزب الكرامه وغيرنا من الاحزاب، نتكلموا على الافاق الجديده، نتكلموا على النظره الجديده والاستشراف الجديد، ونتكلموا على اعطاء الامل، لانه للاسف التشاؤم، اسمح لي نقولها لك، انه التشاؤم هو حاله نفسيه سيئه اصبحت تحبط معنويات بعض الناس، فيجب اعطاء الامل، لاننا فعلا نرى الامل، ونرى الامل في تصحيح كثير من القوانين، كثير من الاصلاحات اللي رايحه تكون في مستقبل الجزائر. الان الجزائر رايحه الى انتخابات رئاسيه، احنا نتمناو انه الشعب الجزائري يخرج يعبر فيها بكل قوه، يمنح السلطه لمن يريد ويحجبها على من لا يريد. فالان فيه افاق
فيه أفاق جديدة، فيه غد مشرق، علينا أننا نغذيه وعلينا أننا نقول الحقيقة. إذا كان الرئيس، لحظة ثواني فقط، إذا كان الرئيس قال أنا التقيت بالأحزاب على أساس أنها ممثلة في المجالس، فجاوب قال يا أخي فيه انتخابات، اللي يقدر يلتحق، اللي يقدر تكون عنده تمثيل في الشعب الجزائري يلتحق، حتى أنه قال نحن نكرس ونتمنى أن نتلاقاو كل ستة أشهر. معناها اللقاء مش راح يكون مع الأحزاب السياسية غير اليوم وانتهت العملية مثل ما يتصوروا بعض الأخوة، حتى أنه قال أنا كنت نتمنى أنني نلتقي معكم كلكم فورا، ولكن الوقت أصبح غير كافي. أكيد راح يلتقي بيكم، أكيد راح يلتقي. هو قدم وعود حتى اقتصادية لسنة 2027، وأيضا مدام وعدكم راح يتلقى بيكم. قدم التزامات أخ سليم، قدم التزامات مكتوبة ولم يقدم وعود انتخابية كما يفعل. صحيح صحيح، وأفهم أنه سيلتقي بكم خلال السنة الجاية وبعدها وبعدها. يعني أنت الوقت تقدر تبقى معنا سي محمد، وأنت ضيف كريم دائما ومحترم. السؤال الأخير ليك نبيلة إسماعيل، أنا بديت مع سي محمد نختم معاك. لازم تقتنعي حسب ضيفي أنه نحن في وضع مختلف، هناك جزائر جديدة وهناك انتخابات قادمة ربما برلمانية، وستعطي الخارطة السياسية الحقيقية للجزائر. ما تعليقك في 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 إطار يعني سؤالنا حول هذه الخارطة السياسية الجزائرية؟ أخي الفاضل، أنا لا أعترف إلا بجزائر واحدة، لا قديمة ولا جديدة. هذه المصطلحات التي من التي تحاول بها تحاول بها السلطة تغليط الشعب الجزائري بالقول بالعهودات المتتالية تاع بوتفليقة راحت، وهذه جزائر جديدة باغابوغ براتيك تاع عهدات بوتفليقة. هو نظام واحد موحد منذ 60، الأوجه هي التي تتغير، القوانين كلها تسن لصالح النظام ولصالح السلطة وأغلبيتها ضد الشعب. أنا أطرح سؤال، هل عندما افتتح اللقاء بحضور الأحزاب وهو يحتوي على بعض المترشحين للانتخابات القادمة، هل هناك مترشح واحد أو رئيس حزب واحد طرح سؤال على السيد تبون لماذا أقر في مجلس مغلق تقديم الانتخابات؟ هذا هو. أنا احتراما للعمل السياسي واحتراما للشخصيات السياسية التي تقول أنها تمثل الشعب الجزائري، عليها أن تطالب بتفسير قرار تقديم الانتخابات، وعليها كذلك أن تطرح سؤال لماذا صرح دوفيلتا من جامعة الجزائر سنين أن الرئيس تبون سيأتي قريبا بصفته رئيس إلى زيارة تاريخية إلى فرنسا. ففي واش راهم يديروا تما؟ واش راهم يديروا؟ يقولوا له خلي هذا اللقاء، كي تفوت الانتخابات أروح عيط لنا نعطوك اقتراحات وتعهد. أنا باش نسمع باللي رئيس تبون دو موا افون لا كونفوكاسيون دو كور إلكتورال، أن موا المود جوان يبقى كونفوكي الكور إلكتورال، يقول لك تعهد. كيف يتعهد بشيء في آخر عهدته إلا وإلا لحاجة في نفس يعقوب لي ريزولتا سون كونو؟ الوغ كو ما لازمش ننسوا بأن السيد تبون لم يعلن بعد عن ترشحه لعهدة ثانية. دونك واش معنى هذا الشيء؟ هل خرج هذا اللقاء بقرارات صارمة نفذت 24 أبخي؟ هل هناك توصيات؟ هل وضعت لجنة لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات؟ هذا اللقاء عشاء مرحبا بك أروح نسمع لك إيه ساريك لا، هذا سيسابل سويسيد بوليتيك، هذا انتحار سياسي. باسكو بوغ موا النقطة الأولى اللي لازم يتحدثوا عليها هو واش راهم يديروا محابس تاع الراي في الحبس، واش راهي واش عملية تغيير وتسجيل الرأي العام، ما وراء هذا؟ هذا يدل على واش قال عليه مهري ربي يرحمه، اين نحن من قيمة وقيمة هؤلاء الرجال لي فيزيونير
الناس اللي يديروا السياسه ويشوفوا البعيد. باسكو واش قال مهري؟ كي قال لك انه ان هذا النظام اصبح عديم الفعاليه وانه عاجز عن حل مشاكل البلاد. الوغ شوف مقتقلها وشوفوا رانا وشوفوا واش يخمم الشعب الجزائري. ما باش نهضر باسم الشعب، انا نهضر باسم نفسي، باسمي كمناضله، كمناضله من اجل الحريات والحقوق وحقوق المواطن. كفانا استهتار بذكاء الشعب، كفانا استهتار بتضحيات، كفانا استهتار بما اكتسبناه. حتى النظام والله كان يقولوها لنا المناضلين الاولين تاع لفافاس، كان يقولوا لنا ميم لو بوفوار il voudrait avoir une opposition forte، ميم لو بوفوار يحوس على معارضه شرسه. دونك يقولوا لك نو، علاش تتشائموا؟ علاش تشوفوا كلش كحل؟ كيفاش نشوف حاجة بيضة؟ ألوغ كو ولادنا راهم لو سول إسبواغ تاع لي جون تاعنا، روح ما تروحليش العاصمة ولا تروحلي عواصم الولايات الكبرى، روح شد الطوموبيل تاعك وخرج كمنتخب ولا نيمبورت، اخرج تشوف واش راهو يصرى في القرى، في المناطق، في المناطق الضغط كيفاش سموها، روح شوف واش صاير، روح شوفوا لي جون تاعنا واش لي جون تاعنا كيفاش راهم عايشين، كيفاش راهم يفوتوا لا جورني تاعهم، فنجان قهوه، فنجان قهوه قروا ويستنى النهار يجوز. استاذه نبيله، لانه الوقت نعم داهمنا الوقت يعني وزدنا فيه دقائق، راح تكون لنا نقاشات اخرى ان شاء الله، تكوني ضيفه كريمه عنا مره اخرى، عموما زوايا اخرى للنقاش حول هذا الحدث، لانه هذا حدث مهم جدا ويفتح الكثير من زوايا النقاش حول الحياة السياسية في الجزائر، الممارسة السياسية في الجزائر، نظرة المنظومة لتدبير شؤونها لكي تستمر كما يقول البعض، وتعاملها مع الطبقة السياسية التي قننت وجودها، وأيضا حديث عن طبقة سياسية تنشط خارج صندوق السلطة. في كل هذه الساحة هناك الإعلام ودوره، هناك المواطن أيضا شعوره وردة فعله حول هذه المشاهد يعني المتناقضة في الكثير منها. نحن في قناة المغاربية في كل مرة نفتح زاوية للنقاش، محاولة للفهم وتسليط الضوء على جوانب ليست مظلمة لكن يتم التعتيم عليها في النقاش بالجزائر. شكرا لك الأستاذة نبيلة إسماعيل المحامية والناشطة السياسية، كنت ضيفتنا عبر الهاتف بالتحديد من مدينة تيزي وزو بالجزائر، والشكر موصول لك سيد محمد الداوي رئيس حزب الكرامة، كنت ضيفي عبر خدمة الهاتف من الجزائر. الشكر موصول إليكم مشاهدينا الأعزاء على حسن المتابعة، ألقاكم غدا إن شاء الله في نفس التوقيت مع حلقة جديدة من برنامج في العمق. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله وإلى اللقاء.